استعد للأسئلة اللي هحطك فيها. كسبتي خلاص. لا لا أنا هكون سهلة شوي. احنا الدراما كويز بيتكون من جزئين. الجزء الأول أنا هديك جمل شهيرة اتقالت في مسلسلات وانت هتقول لي مين الشخصية اللي قالتها وإيه المسلسل. وعلى فكرة الجملة دي عملت مشاكل كمان على السوشيال ميديا. عايز استحمى. مين هيغششه؟ يا جماعة مين هيغششه؟ مرة شعب جاله مرة عايز استحمى؟ على فكرة دي مسلسل مصري مش صعبة. انت قلبك يعني انت حاجات صعبة. والله سهلة. هو قال لك كلمة هو للعوضي لمحمد. لا 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 سهلة. طب خلاص يمكن نديله بعد الوقت. لا لا خلاص بعد الوقت مش عارفها أصلا. استنى هيغششك. مين؟ أمينة خليل. في الهرشة السبعة. انا هدور على ما كانت فيه الفكره. هي في الكواليس ولا في الحلقه؟ لا لا هي في الحلقه. والحلقه وعلى فكره الاسم ده اللي هو عايز استحمى المشكله بتاعته انه اتكتب على التتر غلط وطلع المخرج قدم اعتذار على السوشيال ميديا وقال انه الخطا ده احنا بنعتذر زي ما ازعجكم هو ازعجنا. عشان كده انا خدت الجمله دي. الاسئله بتجيبها من كواليس الفنانين مش من المسلسلات. طب اوكي اديني السؤال الثالث.